انا فكرتي انا ببدا اكون ارجع الناس تاني اللي بطلت هوكي ببدا ارجعهم تاني عشان يلعبوا معانا يلعبوا تاني ايس هوكي بس زي ما اقول زي ما بقول لك للاسف التكلفه كان التكلفه بدات مش بتقل بتعلى على الناس والله احنا انا حلمي ان يبقى في كذا فريق مش فريق واحد يبقى في كذا فريق للايس هوكي ونطلع يعني نطلع نعمل حاجه بره بمصريين بس في شركتين في امريكا وكندا دي بتبعت لنا اكويبمنت لبس هوكي مستعمل دي بتبعتها لنا فري هي بتساعدنا بالحاجات ديت بس للاسف برضك احنا برضك بندفع الشحن والجمارك لو فيها جمارك والضرايب لو فيها ضرايب فدي برضك يعني في ناس بتساعدنا برضك الدنيا برضك تبقى غاليه برضك علينا شطه لا لسه يا باشا انا نفسي الصراحه يعني يبقى لينا اتحاد ويبقى لينا ملعب بتاعنا يعني نعمل بطولات في مصر نطلع مثلا باسم مصر بطولات بره نطلع باسم برضه الفريق هو في ناس كتير بتقول ان اللعبه ممكن ما يبقاش ليها مستقبل هنا عشان ما لهاش تعاد وكده بس انا مش شايف كده خالص انا في الاربع سنين اللي لعبتهم شايف الناس بتزيد الناس ما بتقلش خالص والموضوع بينتشر اكتر بدل ما اتنين يعرفوا اللعبه اربعه ثمانيه بدأ يفتح تاني بعد موضوع الكورونا ما هيدي شوية بدأنا نرجع تاني نتدرب طبعا في ناس كتيرة طبعا بقى مستواها البدني قل جدا بسبب ما فيش أي رياضة عامة كانت بتتلعب بس إن شاء الله يعني بنرجع تاني